ولا كسرة ولا حضر
كام؟ على 5. طيب والمد في ايه؟ في نص الكلمة. نص الكلمة او اخر. ابدا ابدا مش اولا. واتفقنا ان المد بالالف بيحب الايه؟ فتحة. والمد بالواو بيحب الايه؟ الضمة. والمد بالياء بيحب الايه؟ الكسرة. طب تعالوا ننطق كده، بس هننطق حاجة حلوة. ده حرف ايه؟ يلا ضاء. قول يا كوكو معايا ضاء. ضاء ده ايه؟ ضاء. طب لو حطينا وراها الف ساكن؟ ضاء. يلا دي دو. لو طب حطينا وراها الواو دو يميس عليها ضمة. عليكم انا كده حبيت اشوفكم مركزين معايا ولا مش مركزين، عشان حضرتك قلتي المد بالواو بيحب الضم. ممتازه، انا حبيت اختبركم اشوفكم مركزين معايا ولا نايمين. لا الحمد لله صح. يلا نقرا بقى مع بعضينا. ها دو. دو. طب لو حطيت وراها الواو دو. طب ها ضي. ضي. طب لو حطيت وراها الياء ضي. يلا نقراها مع بعضينا. يلا ضا الالف. ليه؟ عشان هو في نص الكلمه هو بعديها عليه. والفتحه جت قبليه. يبقى نيجي عند المد ونكتب حرف الايه؟ الالف. والممدود اللي بيجي قبليه ضاء. اللي بيتلخبط يحط ايده على حرف الالف. الحرف ده ايه؟ المد. الاقي الممدود. الممدود قبل المد. المد بيجي قبله الممدود. المد بيجي قبله الممدود. يبقى الممدود اللي هو الحرف اللي هو حرف الايه؟ الضاء. الضاء وعليها ايه؟ فتحة. طب يلا هنا معايا، هنا حرف الايه؟ ضو. فين المد؟ الواو. الواو.